بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ أول حصة في النورمال ليبر وهو الولادة الطبيعية. قبل ما نبدأ الولادة الطبيعية لازم ناخد شوية أناتومي عن الحوض بتاع الست. الحوض ليه؟ لأن الولد طبعا هينزل في الحوض الست، فأنت عايز تعرف هل الولادة الطبيعية ديت بتحصل إزاي. فعشان تعرف تحصل إزاي لازم تعرف الحوض بيتكون من إيه. عشان ما أقول لك مثلا الولد هينزل مثلا في حتة مثلا البيوبس أو حتة الإسكم أو حتة مش عارف في الاليوم، والواد هيبص مش ناحيه الاسكال سباين، فيعني يعني ايه الكلام ده اللي انت بتقوله ده؟ فلازم تكون انت فاهم الكلام ده قبل ما انا نشرح يعني ايه ولاده طبيعيه. طيب قال لك اول حاجه هناخد حاجه اسمها فيميل بوني بلفس، يعني حوض البون العظم بتاع الست. قال لك حوض العظم ده اللي قدامك ده، ماله الحوض ده؟ قال لك الحوض ده ذا بلفس از ا هارد رينج. هارد رينج يعني زي ما بكون كده دايره، رينج يعني زي ما بكون كده دايره، دايره هارد شديده جدا من البون، which supports and protects the pelvic organs، اللي بتدعم وتحمي البلفيك اورجنز اللي هي الايه، الاورجنز اللي هي الاعضاء بتاع البلفس، اعضاء الحوض. and the contents of the abdominal cavity، ومكونات abdominal cavity. abdominal cavity يعني ايه؟ يعني التجويف البطني، يعني المكونات الموجوده في تجويف البطن. يبقى عباره عن من الاخر كده عباره عن هارد رينج، يعني حوض رينج يعني زي ما بيكون كده دايره، او زي ما بيكون كده رينج دايره، دايره شديده ودايره قويه من البون من العظم، وبتدعم وتحمي. طيب اول جمله دي طبعا هتوراها كده على السريع يعني. طيب قال لك المازلز اوف الليج، يعني عضلات الرجل والباك والظهر والابدن والبطن ار اتاتش تو البلفس، يعني عضلات الرجل والباك اللي هو الظهر يعني والبطن كلهم بيتاتش، اتاتش يعني بيمسكوا في البلفس في الحوض. اند زير سترينث، وقوتهم اند الباور والقوه بتاعتهم كيب ذا بودي ابرايت، بتخلي الجسم ابرايت يعني واقف صحيح، واقف كويس يعني شادد نفسه. and enable it to bend، وبتسمح للجسم ان هو بند ينحني وتو تويست، وان هو ينحني يعني يطلع لقدام ويرجع لورا، تويست يعني يروح يمين وشمال. تمام. and the waist يعني عند الوسط، يعني الوسط بتاع اي حد راجل او ست. and to walk and run، هو يمشي ويجري. تمام. فالبلفس الحوض ده مهم جدا لان يعتبر ماسك فيه اهم عضلات الجسم اللي هو عضلات الرجل والباك الظهر وعضلات البطن، دول اهم عضلات لان هم دول بيحركوك. طيب the woman's pelvis is adapted for childbearing، يعني حوض الست adapted يعني مكيف للchildbearing للحمل والولاده. تمام. طيب للولاده. and is a wider and flatter than male pelvis، بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى wider، بيبقى اوسع، وفلاتر بيبقى اوسع، وفلاتر تحس ان هو يعني زي ما بنقول كده عامل شكل الفراشه، فلاتر طلع لبره في الشيب بتاعه في شكله than male pelvis، لان حوض الراجل بيبقى ضيق وحوض الست بيبقى واسع. ليه حوض الراجل بيبقى ضيق وحوض الست بيبقى واسع؟ ان الست هي اللي بتحمل والست هي اللي بتولد، بتولد طبيعي. كان زمان زمان خالص كانش في حاجه اسمها ولاده قيصريه، كانوا بيولدوا كلهم طبيعي، سواء بقى الواد نزل صاحي الواد نزل ميت كان كله بيولد طبيعي. تمام كده. ف الحوض الراجل طبعا بيبقى واسع، حوض الست بيبقى حوض الراجل بيبقى ضيق وحوض الست بيبقى واسع، وكتف الراجل بيبقى واسع وكتف الست بيبقى ضيق، ففي علاقه عكسيه. طيب يبقى دي شويه كلام كده عن الحوض بتاع الست، تقراه سريع مفيش اي مشكله خالص، مش عايزك تحفظ حاجه، افهم افهمه بس معايا وخلاص. طيب نيجي بقى على الحاجات بتاع البون، الحاجات بتاع العظم بتاع الايه، بتاع البلفس. البوني بلفس اللي هو الحوض اللي فيه العظم ده از كومبوز، بيتكون من حوض العظم ده بيتكون من ايه بقى؟ بيرز اوف بون، بيتكون من اتنين بونز، اتنين بونز يعني زوجين من البون، زوجين من العظم اللي هم الهيب بون اللي هم عظمتين، اللي هم عظمتين الحوض، والسكرم اللي هو العصعص من تحت، والكوكسيكس اللي هو الحته اللي تحت، سكرم اللي قصدي العجزي الفقرات العجزيه، والكوكسيكس اللي هي الفقرات الايه العصعصيه اللي بنقول عليها الكوكسيكس. طيب ديت هنجيبها فين؟ نجيب صوره ليه؟ اللي هو العظم اللي قدامك ده، دي عظمه الهبو، دي عظمه الايه الحوض. عظمه الحوض دي بتتكون من جزء كبير وجزء صغير. جزء كبير اللي هو الهيب بون دي اللي بص انا بحوطه دي كلها، اللي هي الاحمر والاخضر والاصفر، دي كلها عظمه اسمها هيب بون. عندك منها كام؟ عندك منها اتنين، واحده يمين وواحده شمال، دي كلها. تمام. تمام دي كلها هيب بون. حلو قوي كده. حلو. اللي في النص ديت اللي هي الفقرات العجزيه، الفقرات العجزيه اللي هم هم دول. تمام. الفقرات العجزيه. بعدين اللي تحت خالص دول اللي هم الصغيرين دول فقرات عصعصيه، دي بقى دي اسمها الاسكي، اللي دي اسمها الساكرال، ودي اسمها الكوكسيكس. تمام كده. تمام. فاحنا عندنا البوني بلفس، الحوض بتاعك بيتكون من اتنين، من هيب بونز وساكرم اللي قلت لك عليها اللي هي الفقره العجزيه، وبعدين العصعصيه اللي تحتها. طيب
الهيب بون بقى ديت اللي هما ديت بتتكون من ايه؟ قال لك بتتكون من 3 عضمات برضه، اللي هو بقى ايه بقى اللي انا جايبها لك دلوقتي، اللي هي نفس الصوره، بس ايه بقى؟ بس الهيب بون اللي هي الجزء ده اهو، اللي هو الاحمر والاصفر والاخضر، بيتكون من 3 اجزاء، دي كلها اسمها هيب بون، عظمه كبيره اسمها هيب بون، عظمه الحوض. طيب اهو قال لك الاحمر ديت، الاحمر الحته الحمراء دي اسمها الاليوم، اللي مقال عليها الاليه، تمام، اسمها اليوم. الحته الصفراء اللي جايه بالعرض دي كده اهي اسمها بيوبس، شيل بقى كده كله اهي، الحته الصفراء ديت اسمها بيوبس، تمام، دي تمام، لا دي اسمها بيوبس. والاسكيوم اللي هي الحته الخضراء دي كده، دي اسمها اسكيوم. يبقى انت عندك اليوم حمراء، والبيوبس الصفراء، والخضره مين؟ الخضره الاسكيم. طبعا نفس الناحيه التانيه نفس الكلام، وبينهم فتحه كده اسمها اوبتيريتو فرومن، ينزل مال ايه؟ بينزل فيها البلاد فيزلز، الاوعيه الدمويه، بينزل فيها النيرفات، الاعصاب. المهم يعني انت عارف ان الحوض كله بيكون من جزئين، ايه؟ 2 هبون، واحده دي كلها، والفقرات العجزيه اسمها السكرم، والفقرات العسوسكيه اسمها كوكسيكس. نيجي بقى للهبون نفسها، العظمه ديت، قال العظمه دي بتتكون من 3 اجزاء، جزء احمر واصفر واخضر، احنا عاملينه احمر واصفر واخضر يعني، الاحمر ده الاليوم، واللي ديت البيوبس، بيوبس، وديت الاسكيم، اسكيم. طيب حلو قوي، نكمل بقى كده، انت عرفت ايه الهبو. نيجي على الاليوم بقى، الاليوم اللي هي الحمراء دي، الاليوم دي نمسكها بقى، قال لك عباره عن ايه؟ ده ذا ميجر بورشن اوف البلفس، يعني دي اكتر جزء اساسي في البلفس في الحوض، از كومبوزد اوف بيكون من تو بونز، بيكون من عظمتين اتش كولد، كل واحده منهم اسمها الاليوم، اون وان اون اذر سايد، يعني واحده يمين واحده شمال، زي ما قلت لك اهو، عندنا الاليوم ده واحده يمين واحده شمال، دي واحده ايه ودي واحده، دي واحد دي اثنين، خلاص. فديت اكتر، دي الاليوم دي اللي الحته اسمها لك ديت اكتر حته اساسيه في الايه؟ في الايه؟ في العظمه كلها، لانها يعتبر اكبر حته. مهم، طيب اون ذا اذر سايد اوف الباك بون، على الناحيتين بتوع الباك بون، اون ذا اذر سايد اوف الباك بون، على الناحيتين بتاع الباك بون، يعني على الناحيتين بتاع العمود الفقري او سباينال كولوم، الحبل الشوكي، اند كيرفنج تواردس، وبتعمل كيرف يعني بتعمل كيرف لقدام كده، ان فرونت اوف ذا بودي، بتعمل كيرف يعني، هو كده كده انت عندك الاليوم دي متقعد على الناحيتين من العمود الفقري، دي ناحيه ايه بتعملها كده وناحيه كده، وبعدين تعمل كيرف قدام كده كده، تمام، على ناحيتين من العمود الفقري. طبعا ده العمود الفقري اللي هو الفقرات دي، الفقرات اهي العجزيه، ودي الفقرات العصوصيه، فهو كده كده الاليوم موجود على الناحيتين بتاع العمود الفقري، تمام كده. طيب المهم، طيب خلاص، وين يور بليس يور هاند اون اذر هيب، يعني لما تيجي تحط ايدك على الهيب بتاع حضرتك، اند يور هاند ريستز اون ذا اليا كريست، وتحط ايدك تريحها على الاليا كريست، اليا كريست الحته اللي فوق دي اسمها كريست، يعني حافه الاليوم. هجيب لك صوره ثانيه توضح لك اكتر الحافه دي، ادي ايه؟ ادي الاليوم وادي اليا كريست، اللي هو ده ايه؟ ده الحب بتاع الست، دي الاليوم اللي هي العظمه دي كده، تمام، وهنا بيجي حاجه اسمها حته صفراء فوق كده، دي اسمها حافه الاليوم، اسمها اليا كريست، هي دي، تمام، اليا كريست، تمام. دي لو حطيت ايه؟ حطيت يعني انت مثلا جيت عايز تمسك حوضك تعمل ايه؟ حط ايدك كده من فوق، هتلاقي في حته نازله لتحت كده اسمها اليا كريست، تمام كده، ما علينا يعني. المهم بيقول لك ايه؟ الحته اللي فوق بتاع الاليوم اسمها اليا ايه؟ اليا كريست. هوتش از ابر بوردر، ودي طبعا الحافه اللي فوق بتاع الاليوم اون ذا سايد. ات ذا فرونت اوف الاليا كريست، قدام الاليا كريست بقى بيوجد يو كان فيل ذا بوني بروتيوبرانس، قدام الاليا كريست في حاجه اسمها بوني بروتيوبرانس، يعني نتوء طلع قدام. كولد انتيرور سبيرو اليك سباين، حته كده اسمها انتيرور اسبو سباين، عباره عن ايه؟ الانتيرور اليك سباين ده هوري لك برده في الصوره قبل ما نتكلم عليه. ده بيقول لك لو جيت قدام الاليوم كده تلاقي حاجه حته طالعه كده نتوء كده طالع، بص هو المفروض الاليوم ماشي كده، تمام كده مع البيوبس. حلو، تيجي بقى حته تطلع لفوق سنه كده، دي اسمها ايه؟ انتيرور سوبير اليك سباين او اليك سباين. ده مهم جدا في اثناء الولاده، او مهم جدا، ده علامه بنعرف منها الواد نزل في حوض الست ولا لا، فهو اسمه اسكال سباين. اسكال ايه؟ اسكال سباين، خلاص بدا اسكال سباين، مفيش منه مشكله خالص. حلو، الاسكال سباين ده زي ما قلت لك موضوع يعني بروتيوبرانس، يعني نتوء، السمسنج عباره عن شيء كده زي ستكس، او يعني بيطلع بره لايك اليتل هيل، زي ما يكون هيل، زي ما يكون كده هيل، يعني ايه؟ يعني حافه او نتوء او اي حاجه بارزه يعني، اور نوب، يعني حاجه كده بارزه بره يعني، تمام؟ طب انا عايزك تحفظ، انا مش عايز تحفظ حاجه خالص، انا عايز تعرف اسم العظم ايه بس، هو في الامتحان مش هيقول لك سمع لي العظم وبيتكون من ايه، لا انت عايزك تعرف ايه؟ عايزك تعرف ان الحوض الست بيتكون من اليوم، بيتكون من البيوبك بون اللي هي ديت، وبعدين السكرم، تمام؟ انت
تمام. الانيان في حفه فوق اسمها اليا كريست، وقدام هنا في حاجه اسمها اسكال سباين، بس كده. انا مش عايز تحفظ بقى البتنجان ده كله، هو عباره عن نتوء بيطلع من اسمها اسكال سباين بس، خلاص كده. لكن لو بدات تقعد تقرا ده كله، لا انت بتقراك ها فهم، ما تقعدش تحفظه، احفظ بس اللي على الصوره اللي قدامك، لان ده اللي هيفهمك بعد كده ازاي الولاده بتحصل. بدل الاليا خش على الاسكم. اسكم عباره عن اسكم از سيك لور بارت، اسكم هو الحته التخينه والسميكه اللي موجوده تحت في البلبس. طيب فورمد فروم تو فيوزد بون، بتتكون من اتنين فيوزد بون، يعني اتنين بون ملتحمين مع بعض، كل واحده ناحيه عن ناحيه ثانيه. اهو ادي ادي اسكم، نجيب الصوره الكبيره ديت، ادي اسكم ده اللي هو الاخضر ده، الاخضر ده اسكم عباره عن ادي واحده يمين واحده شمال بس، ادي واحده اهي واحده اهي، ده الايه ده الاسكم، ماشي مفيش منه مشكله خالص، مفيش منه مشكله. قال لك بقى وين ذا مومن از ان ليبر، يعني لو الست ديت دخلت الولاده يعني خلاص هتولد طبيعي. زي ديسنت اوف الفيتال هيد، يعني نزول فيتال هيد يعني دماغ الولد. از ات موفز داون، يعني بينزل تحت، داون ذا بيرس كانال، بينزل تحت في البيرس كانال، يعني في ايه؟ في قناه بتاع البيرس، قناه الولاده اللي هي بتتكون من السيرفكس وعنق الرحم والفاجينا، تمام؟ ويطلع لبره. از استيميتد، بنحسبها ان ريليشن تو، بنحسبها علاقه ليها بمين؟ للاسكال سباين. يعني بنشوف الاسكال سباين الواد دماغه فين عند الاسكال سباين، مش انا قلت لك ده الاسكال سباين ده اهو اللي هو الحته النتوء ديت، احنا بنعرف بقى الواد، الواد طبعا بينزل من فوق كده دماغه هنا، تقعد تنزل بقى تنزل في الدايره دي، دماغه بتنزل في الدايره دي، لو دماغه عدت الدايره ديت الواد خلاص نزل وهيتولد. الواد لو فوق الدايره ديت الواد لسه ايه؟ لسه ما يعني مش لسه فوق، لسه السيرفكس مش هيفتح. فاحنا بنعرف بقى الواد نزل ولا لا، ولا فوق ولا لا، من الاسكال سباين. طيب which is inward projection، عباره عن projection يعني نتوء داخل لجوه من الاسكي، ما اللي احنا قلناه برضه، عباره عن اسكال سبان ده نتوء داخل من جوه، ماشي مفيش مشكله غلط. قال لك الاسكال سبان ار سمولر، يعني صغيره وراوندد ومدوره ان شيب ان ذا وومن بيبيز زان ان ذات اوف مان، يعني بتبقى عن ايه؟ راجل برضه في اسكال سبان بس الست بيبان على الاسكال سبان اكتر، لانه بتبقى مدوره اكتر في الست. طيب حلو قوي. الانتيرو سبيرو يقول لك اسبان، احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، انا عكستها، يعني ايه؟ الاليام بيطلع منها ده، انتيرو يقول لك انتيرو سبيرو يقول لك سباين ده، ده اللي هو فين؟ مش ده، لا انا غلطت وطلع قلت لك ده، هو من هو ده، ده اسمها سباين كده، ده حته كده تطلع بره هنا وهنا، تمام؟ يبقى انتيرو سبيرو يقول لك سباين ده اللي بيطلع من الاليام يا جماعه، مش ده، ده بيطلع من الاسكم، الاسكال سباين لوحده اسمه اسكال سباين، لكن ده اسمه الياك سباين، انا غلطت وقلت لك ايه؟ انا قريتها اسكال عشان كده قلت لك هي دي، فده اسمه الياك سباين، هو اللي بيطلع من الاليا، تمام كده؟ تمام عشان بس ما حدش يتلخبط. تمام كده خلصنا مين؟ كده خلصنا الاسكم. طيب البيوبك بون بقى اند ذا سيمفيسيس بيوبس، عندنا حاجه اسمها بونه اسمها بيوبك بون اللي قلت لك عليها اللي هي الصفرة دي، تمام؟ البيوبك بون بتمشي كده، تمام كده ناحيه كده، تمام؟ نفس الكلام الناحيه الثانيه، الاثنين دول بيتجمعوا مع بعض في حته في النص، تمام؟ الحته اللي في النص دي بقى اسمها ايه؟ اللي هي ديت انا عامل لك عليها دايره ديت اسمها سيمفيسيس بيوبس، دي مهمه جدا، دي علامه مهمه جدا برضو، بنعمل بنعرف بيها الواد طلع ولا الواد نزل في الحمل والكلام ده، اللي هي دي بقى سيمفيسيس بيوبس اللي هي الحته ديت اللي في النص ديت اللي معناها سيمفيسيس بيوبس اللي هو ده. فالبيوبك بون اللي هو الحته ديت مع الحته ديت بيلتحموا مع بعض في حته اسمها سيمفيسيس بيوبس او بيوبك سيمفيس. طيب ماشي، فقال لك البيوبك بون او ان ذا اذر سايد، يعني البيوبك بون على الناحيتين فروم ذا فرونت بارت اوف ذا بلاك، يعني بيوجد في الايه؟ في الحتتين اللي قدام بتوع الحوض، تمام؟ طيب ذا تو بيوبك بون، الاثنين بيوبك بون اللي هم على الناحيتين دول ميت، يعني بيتقابلوا في النص في حته اسمها سيمفيسيس بيوبس او بيوبك سيمفيسيس، مهمه جدا. قال لك السيمفيسيس ده از ا فيري سترونج بوني جوينت، عباره عن جوينت يعني مفصل مهم جدا وقوي جدا ما بين الاثنين، الاثنين ايه؟ بيبك بو. ذا بيبك سيمفيسيس اللي هو السيمفيسيس بيوبس يعني از ايميديتلي بيلو، يعني تحت الهير كومفورت بيوبك ماوند ذات بروتكتس الومن اكسترنال جيتال. طبعا البيوبك الحته السيمفيسيس بيوبس دي بتوجد تحت البيوبك مونز بيوبس اللي احنا قلناها في الاول خالص، اللي هي الحته العانه اللي فيها شعر، الشعر الست الشعر العانه يعني. فشعر العانه ده بيجي بينزل تحتها على طول تلاقي الايه؟ تلاقي السيمفيسيس بيوبس ده. تمام؟ تمام. كده خلصنا العظم بتاع الحوض، يبقى عندنا كده عظمتين، واحده يمين واحده شمال اسمها الاليوم،
والاس كام اللي هو ده والايه والبيوبس. بعدين جبنا مسكنا الاليوم دي لوحدها، قال لك انها بتتكون من 3 عظمات، اول حاجه الاليوم وحاجه اسمها البيوبس وحاجه اسمها السكرم الاسكيم قصدي الاسكيم تمام. طيب وبعدين قال لك ايه، انك الاليك دي في حاجه اسمها اليك كريستي فيها وبيطلع منها بروتيوبرانس، يعني حته طالعه لفوق كده اسمها انتيرو سوبر اليك سباين. لكن الاسكال الحته اللي اسمها الاسكيم اللي هي ديت الحاضره ديت بيطلع منها نتو اسمه اسكال سباين. وفي الاخر عندنا 2 بيوبك بون بيتكونوا مع بعض من حته مهمه جدا اسمها سيمفيس بيوبس او بيوبك سيمفيسس، دي مهمه جدا وجوينت مهم جدا. طيب كده خلصنا ايه عظم الاليم، نيجي بقى على السكرم والكوكسيكس. طيب السكرم اللي هو الفقرات اللي هي العجزيه، قال لك السكرم دي استبرد، تبرد يعني ليها تحس انها عامله شكل ليها سن كده تحت ويدج شيب، لها حافه من على اليمين والشمال. بون ات ذا باك اوف البلبس، بتوجد في باك بتوجد في ورا، خليك فاهم عشان احنا اما نيجي نشرح هتعرف ان ده قدام، ده حوض الست من قدام وده لورا، لان ده العمود الفقري يوجد ورا طبعا، واللي قدام ده اهو الحته دي، يعني السيمفيس بيوبس اللي هو مكان التقاء الاثنين بيوبك بون اللي هو ده وده، ده بيوجد قدام ولا ورا؟ بيوجد قدام اهو قدام تمام، وده بيوجد ورا. فاحنا كده لو احنا كده باصين من قدام على الست، يعني جبنا ست واحده قدامنا كده وبصينا لها من قدام، لقينا من قدام هي السيمفيس بيوبس ومن ورا ده تمام كده تمام. طيب وده من قدام، خلي بالك ان السيمفيس بيوبس من قدام والسكرم موجود ورا. عباره عن ايه السكرم ديت؟ عباره عن 5 فيوزد فيرتبري، عباره عن 5 فقرات ملحومين في بعض لازقين في بعض، ذا سمول بونز ذات ميك اب سباينال كولم اور باك بون، عباره عن عظم صغير اللي بيكون السباينال كولم مكون حمل العمود الفقري او الباك بون العمود الفقري من تحت. طيب ات ذا بوتوم اوف السكرم، يعني في قاع السكرم از اتيل، تيل يعني ديل كده ذات بوني بروجكشن، تيل من البون تيل من العظم بنسميه الكوكسيكس اللي هي الفقرات الايه العصعصيه اللي هو العصعص بتاع الشخص بتاع الست. The upper border of the first vertebrae يعني السطح اللي فوق من اول vertebrae اول فقره من السكرم sticks out يعني بتطلع لبره and points يعني بتتجه towards the front، بتتجه towards front يعني بتتجه لقدام in the body. وهذا البروتيوبرانس وهذا النتوء اللي طالع لبره ده بنسميه sacral promontory، بنسميه sacral promontory. يعني بنتكلم دلوقتي على الفقرات الايه؟ العجزيه، الفقرات العجزيه اللي هم دول دول تمام؟ 5 دول دي الفقرات العجزيه، واللي تحتها الديل ده اسمه فقرات العصعصيه تمام. العجزيه دي مالها؟ بتكون من 5 فقرات ملتحمين في بعض تمام، دي 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، وبيوجد فيها نتوء، نتوء ده اسمه ايه؟ سكرال برومونتري، طالع لقدام اللي هو ده تمام كده تمام. مهم جدا اه مهم، كل حاجه انا بقولها في العظم مهمه ليه؟ هنعرف بعد كده مهمه ليه عشان لما نيجي نفهم. فانا عايزك تمسك الرسمه دي عندك، هي موجوده عندك في المذكره، تمسك عندنا 2 إليم واحده يمين واحده شمال، وعندنا حاجه اسمها بيوبس وبتتصل مع بعض بحاجه اسمها سيمفيسيس بيوبس وده قدامه وده عباره عن جوينت، والإليم ده بيطلع منها تو اسمه انتيريور سوبر اليك سباين، وعندك الحته دي اسمها سكرم وحتى دي اسمها كوكسيكس، والسكرم بيطلع منها تو اسمه سكرال برومونتري. تقعد تحفظ الكلام ده اللي هو اسامي العظم، اسامي العظم ده مهمه جدا، انت فهمت الاسامي وشفت الصوره قدامك هتفهم، لكن هتقعد تحفظ كلام وتقرا الكلام اللي انا قاعد بقراه ده الهري ده كله بالنسبه لي بطيخ. ليه بطيخ؟ انت فهمت الصوره هتعرف تفهم الكلام من غير ما تحفظ تمام كده. طيب فقال لك السكر برومنتي ده ان امبورتنت لاند مارك، يعني دي علامه مهمه جدا فور الليبر، فور اللي هو الولاده الطبيعيه والدليفري اللي هو الولاده. طيب الكوكسيكس بقى اللي هو العصعص، قال لك العصعص ده بيتكون من 4 فيوزد فيرتبري، 4 فقرات ملحومين في بعض، بيتكون سمول تريانجلر بون، بيتكون عظمه شبه المثلث، ويتش ارتكيوليتس اللي بتارتكيوليت يعني بتعمل مفصل مع الفيفث سكرال سيجمنت، بتعمل مفصل مع الفقره الخامسه في العصعص في العجزيه. اللي هو ازاي؟ انت عندك طبعا ديت الفقرات العجزيه غيرت هنا كده تمام تمام، بتعمل هي بقى نجيب لون تاني، بتعمل مفصل اهو الاحمر ده مع الفقرات اللي تحتها، يبقى اخر فقره في الفقرات العجزيه بتعمل مفصل مع الفقرات العصعصيه اللي هي الفقره الخامسه. مش قلت لك الفقرات العجزيه دول 5 عددهم 5 واللي تحت دول عصعصيه عددهم 4، الفقره الاخيره بقى اللي هي الخامسه اللي هي اسمها S5 5 ايه واس اس 5 ديت بتعمل بتعمل جوينت ارتكوليت، بتعمل مفصل مع الفقرات اللي ايه العصعصيه اللي تحت تمام كده. طيب
طيب كده دي كلام حلو، كلام حلو مفيش مشكلة خالص. وكده شوية بون تحفظها، صم صم صم، الصورتين قدامك اهم، هتمسك الصورتين واحفظهم تمام. طيب نيجي بقى على البلفيك كانال، اللي هو القناة اللي موجودة في البلفس، القناة اللي موجودة في الحوض. دي عبارة عن ايه بقى؟ بص معايا، ايه بقى البلفيك كانال؟ عبارة عن رافلي سيركولار سبيس، سيركولار يعني عبارة عن تجويف مدور، انكلوزد انكلوزد يعني متغطي او متحوط بالبيوبك بونز ات ذا فرونت، بيوبك بونز ات ذا فرونت يعني عظمة البيوبس، عظمة البيوبس بتاع الفرونت. طبعا احنا قلنا عظمة البيوبس عبارة عن ايه؟ اهو فاضل القناه دي، اللي هي القناه اللي انا بقول لك عليها دي، دي القناه اللي هي في النص دي، اللي هو التجويف ده كله. طبعا بيحدها من قدام البيبك بون، يعني بيغطيها من قدام بيبك بون اهو، تمام هي دي. طيب ذا فرونت بيبك بون ات فلان، يعني من قدام البيبك بون، والاسكم اون ذا اذر سايد ات الباك، والاسكم اللي هو طبعا اللي هو ده، ده الاسكم لو من ده اون ذا اذر سايد، يعني الناحيتين، هنا اسكم وهنا اسكم. طيب اند ذا اسكم اون ذا اذر سايد ذا باك از كولد بيلفيك كانال ذا بوني باسج ثرو ويتش الفيتس ماست باس. يعني عباره عن بيقول لك ايه؟ ان البيلفيك كانال ديت عباره عن تجويف اللي هو ده بون، تجويف بيحوطه بون، بيحوطه عظم، عباره عن بينزل فيه التجويف ده، بينزل فيه الولد راس الولد او اي حاجه هينزل فيها، يعني سام سواء بقى راس الولد، رجل الولد، كتف الولد، كده كده على حسب ما الولد هينزل بايه، تمام كده. طيب ذا كانال هاز ا كيرفد شيب، كيرف يعني شكلها كيرفي، بيكوز اوف ديفرنس ان سايز، لانها بتختلف في الحجم، بتوين الانتيريور فرونت من القدام ومن باك بوردرز اوف السبيس كريتد باي بيلفيك بونز. يعني بيقول لك ان قدام القناه، يعني القناه من قدام شكلها عامله كده، ومن ورا عامله مثلا سيركولر، لكن قدام تحس انها كيرفي شويه، نزل تحت كده وطلع كده. فقال لك ايه؟ قدام قدام مش زي ورا، تمام قدام مش زي ورا، ماشي يعني كلام كده ايه بطيخ حلو قوي. كلام كده ايه عايزك تعرف فيها؟ ان القناه ديت بتحوطها بالبلفيك بونز، بالعظم بتاع البلفس الحوض، من قدام البيبك بون وعلى ناحيتين الساكرم، من ورا الاسكم من ورا، وهي القناه اللي بيعدي فيها الفيتس او الولد. طيب لازم يعدي منها، مش هيعدي من حته تانية، مش هيطلع من بق الام يعني. طيب بلفيك جوينتس بقى، جوينتس يعني المفاصل اللي بتوجد في البلفس في الحوض. ايه المفاصل؟ احنا قلناها، قلنا اول مفصل سيمفيسيس بيوبس، اللي هو فين السيمفيسيس بيوبس؟ احنا قلناها اهو، دي اسمها سيمفيسيس بيوبس اهو، اللي هو ده، ده اول مفصل عندنا، اللي هو ما بين مين ومين؟ ما بين الاليك بون، ما بين البيبك بون ناحيه اليمين وبيبك بون ناحيه الشمال، خلاص تمام. ماله بقى السيمس بيبس ده؟ وده وان جوينت، يعني جوينت واحد، يعني مفصل واحد از ميد لاين، موجود في النص، وعباره عن كارتلاج جوينت، عباره عن مفصل كارتلاج. كارتلاج يعني ايه؟ يعني غضروفي. يونايتنج يعني بيتحد وبيلمس الريمس وفي الليفت اند الرايت بيبجو، ريمس يعني حافه او ديل البيبك بون، يعني بيمسك البيبك بون بتاع اليمين والبيبك بون بتاع الشمال، بيعمل حاجه في النص اسمها اسكال ايه سيمسوس. فالسيمسوس بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن جوينت يعني مفصل غضروفي بيمسك ايه وايه؟ بيمسك البيبك بون ناحيه اليمين والبيبك بون ناحيه الشمال. البيبك بون ليها ريمس، ريمس يعني نهايه البيبك بون، تمام كده. طيب ساكرو الياك جوينت، ساكرم والاليوم، خلي بالك ان الجوينت بيتسمى باسم العظمتين المتصلين مع بعض. واي جوينت يعني ايه؟ يعني ايه جوينت؟ خدناها في الالات في سنه اولى. جوينت يعني مكان التقاء عظمتين، يعني عظمه وعظمه. العظمه والعظمه ديت ما بينهم غضروف، والغضروف ده بيحصل يعني العظمه الاولى مكسيه بغضروف نهايتها، والعظمه الثانيه نهايتها مكسيه بغضروف، والاثنين يتحدوا مع بعض يكونوا جوينت، المفصل. فالمفصل عباره عن ايه؟ التقاء عظمتين مع بعض. يبقى المفصل عباره عن التقاء عظمتين مع بعض. فالساكرو الى الجوينت، ساكرو يعني ما بين الساكرم والاليم، من الساكرم والاليم، which articulates with the fifth sacral segment اسمه ساكرو اليم اهو. ده فوق ده الساكرم، هو ده الجوينت، تمام. دي واحد ناحيه اليمين واحد ناحيه الشمال، او واحد عند الشمال واحد ناحيه اليمين، ما بين مين ومين؟ من الاليم وبين الساكرم، جوينت اسمه ساكرو. ساكرو يعني ما بين الساكرم اهو، ساكرم اهو، والاليم جوينت ما بينهم. جوينت يعني ايه؟ مكان التقاء عظمتين. ايه العظمتين؟ عظمه الاليم وعظمه الساكرم، تمام. طيب
ده ايه؟ ساكرو ايلو جوينتس ويتش ارتكيوليتس وذ فيث ساكرال سيجمنت، يعني بيعمل ارتكيوليشن، يعني بيعمل مفصل او بيتحرك مع الفيث ساكرال سيجمنت، يعني الايه الخمس فقرات او الفقره الخامسه. طيب خش على ساكرو كوكسيجيال جوينت. ساكرو كوكسي ساكرو يعني من الساكرم والكوكسيجيال، يعني من فقرات العجزيه ومن فقرات العسقسيه، اللي هو ده هو ده ما بين اللي فوق وبين اللي تحت، من الساكرم وبين الايه وبين الكوكسيكس، يعني من الفقره الخامسه من الساكرال ومن الكوكسيك اللي تحت. هو عباره عن ايه؟ سفور ميدي، هو عباره عن طبعا وان جوينت، يعني جوينت واحد، ده وان جوينت، ده تو جوينت، ده وان جوينت. حلو كده، اعمل لك بالاحمر عشان تاخد بالك. طيب قال لك اسفورمد هون البيز اوف الكوكسيكس، يعني بيتكون اما يكون البيز اوف الكوكسيكس يعني نهايه العصعص ارتكيوليت وذ تيب اوف السكرم. ارتكيوليت يعني بيعمل مفصل مع ستيب، يعني النتوء بتاع السكرم، وده بيسمح للكوكسيكس، بيمسح للعصعص، بيسمح له تو بي ديفليكتد باكورد، يعني ديفليكتد يعني يرجع لورا ديورنج البيرث اثناء الولاده، لان الولاده لما بيجي ينزل زي ما بيكون كده بيتاخر العمود الفقري لورا، تمام؟ وفي الفيتا عشان كده البيت السته لما تحمل بيحصل لها ايه؟ بيحصل ان ظهرها يبقى كيرفت لقدام كده، وتحس ان السكرم يعني اللي هو الحته بتاع المؤخره بتاعتها من تحت طالعه لورا. ليه؟ لان الواد زائل ورا ومطلعها لقدام، فتيجي تمشي شكل البطه كده، هي ديت ماشي الست الحامل، تمام؟ طيب ده جوينت بيقعد في البيز وفي الكوكسيكس، يعني البيز اهو، دي البيز، عشان قلت لك الكوكسيكس ده عباره عن مثلث قاعدته لفوق، دي القاعده اهي، تمام؟ ويجي مع التب يعني نهايه السكرم، ده دي التب اهي، تمام خلاص مفيش منه مشكله خلاص. بنينا ثلاثه جوينتس، اربع بس ثلاثه جوينتس اسمهم ايه؟ دي مهمه جدا، بتاع البلبس سيمز بلوز، ده اللي بيقعد في النص اللي بيتحد اتنين بيبقوا مع بعض، عباره عن غضروف، عباره عن غضروف، جوينت غضروف، مفصل غضروف. الاثنين يعني انا ساكرو لك جوينت ما بين الاليوم، بص هو يعني باين كده ان هو ما بين عظمتين، ساكرو ما بين الساكرم وما بين الاليوم، تمام؟ وعندنا اثنين جوينتس، الساكرو كوكسيكال ما بين الساكرم وبين البيز بتاع الكوكسيكس، هو جوينت واحد، مفيش اي مشكله خالص. خش على البلفيك ليجامنتس برضه بالاسامي، يعني ايه الاربطه اللي موجوده في البلفس في الحوض. قال لك فانكشنز اوف الليجامنتس از تو كونكت، يعني وظيفه الليجامنتس اللي هي الاربطه ديت انها تعمل اتصال ما بين البلفيك جوينتس توجذر، يعني الليجامنتس دي بتعمل اتصال ما بين الجوينتس مع بعض، جوينتس اللي هي المفاصل مع بعض سترونج يعني بقوه. طب عندنا انواع ايه الانواع الليجامنتس بقى؟ اول عندنا خمسه، ساكرو الياك ليجامنت، ساكرو يعني من السكرم والاليوم، ده بيعمل ايه؟ ده بيكونكت الاليوم مع السكرم، فين الاليوم وفين السكرم؟ ادي الاليوم اهو، تمام؟ والسكرم اهو، يعني في ليجمنت بيوصل ما بين الاثنين دول، العظمتين دول. طيب بص معايا، ده العمود الفقري اهو نازل اهو، وده طبعا السكرم نهايه العمود الفقري قلت لك عليه، ودي الكوكسيجيس اللي هي الايه؟ اللي هي العصعص، ده العجزيه ودي العصعصيه، وقدامه هو سيمفيس بيوبس اللي هو الجوينت اللي قلت لك عليه، تمام. فين بقى الليجمنت اللي قلت لك عليه بقى؟ الليجمنت اهو اسمه ساكرو الياك، ساكرو يعني من السكرم اهو، دي السكرم اهي، ده العظمه ودي الاليا اهي، في ليجمنت اللي هو الابيض ده اللي هو الرباط ده اللي فاصل متصل من ده وده. طيب ادي اول ليجمنت. تاني ليجمنت ساكرو كوكسيجيال، ساكرو يعني من السكرم والكوكسيكس، واتش يونايتد السكرم مع كوكسيكس، ساكرو كوكسيجيال يعني ما بين السكرم، ما بين السكرم اللي هو ده العظم ده وبين الكوكسيجيز اللي هو ده، في ليجمنت هنا موجود ورا كده، تمام؟ اسمه ساكرو كوكسيجيال الليجمنت يا جماعه، يعني اللي بيربط ما بين العظمتين. انتر بيوبك يعني ما بين الاثنين بيوبك بون، بتوين التوب بوس ما بين الاثنين بيوبك بون، صح؟ طيب انتر يعني ما بين، ادي بيوبك بون اهو، ده دي بيوبك بون وادي بيوبك بون، بيربطهم بليجمنت اسمه انتر بيوبك، انتر يعني ما بين البيوبك. طيب ساكرو سباينس، ساكرو يعني من السباين، يعني من السكرم والسباينس، قال لك فروم السكرم تو الاسكال سباين، فين السكرم؟ قلت لك الحته اللي تحت دي اسمها السكرم، ومطلعها سباين اسمه كده، فهو ده اسمه ساكرو سباينس، هو ده ده الايه؟ ده الايه؟ ده الليجمنت، اه ساكرو سباينس، يعني ادي السكرم اللي هو العظم بتاع العمود الفقري اللي هي الفقرات العجزيه، وبين الاسكال، ففي بقى في وصله اهو، هو الرباط اللي جاي بالعرض ده وصل بين العظم ده والعظمه الصغيره دي. طيب ده اسمه ماكرو ساكرو سباينس.
اخر واحد بقى اسمه ساكرو تيوبرس، يعني ما بين مين؟ ما بين الساكرم تو الاسكيال تيوبرستي. ساكرو تيوبرس اللي هو ده، ما بين الساكرم فين؟ ادي الساكرم اللي هو طبعا بتاع الفقره العجزيه، ما بين ساكرا تيوبرس. في حاجه اسمها تيوبرال تويركل توبركل موجوده في الايه؟ في الاسكيال من تحت، فبيوصل ما بينها رباط كده اللي هو الرباط ده، اللي هو ده جايب الطول ده. طيب انت من تحفظ ايه؟ انت بتحفظ اسامي الليجامنتس وما بين ايه وايه؟ يعني انت عارف هو مثلا قلت لك ساكرو اليك، يعني ما بين الساكرم والاليك معروف. ساكرو كوكسجي، يعني من الساكرم والكوكسيكس. الانتر بيوبك، يعني ما بين الاثنين بيوبك، يعني بيوبك بين اليمين وبيوبك بين الشمال. ساكرو سباينس، يعني من الساكرم اللي هو العظم اللي بتاع الفقرات العجزيه، وبين الايه؟ ما بين السباينس اللي هو الاسكال سباين. ده ساكرو تيوبورستي، يعني من الاسم كده هتفهم. فانت لو حفظت الاسامي هتعرف هو بين ايه، ما بين ايه وايه. تمام كده؟ طيب، وطبعا ايه الصوره عندك في الكتاب اللي في المذكره اهي. طيب نيجي بقى السايز اند الشيب، يعني حجم حجم والشيب وشكل البلفس. خش معايا على الحجم والشكل. بص بقى the size والشيب في البلفس، يعني حجم وشكل البلفس مهم جدا للبادي، للليبر، للولاده والدليفري. هو الليبر والدليفري، ليبر يعني الولاده الطبيعيه، والدليفري يعني الواد طلع. تمام؟ فحجمه قال لك مهم. قال لك ويل بيلت هيلث وومن، يعني الام الصحيه، هو هاد ا جود دايت، اللي بتاكل كويس during their child hood growth period، يعني اثناء طفولتها، يوجوال هاف ا برود بلفس، غالبا بتبقى عندها برود بلفس يعني حوض واسع. ذات از ويل ادابتد فور تشايلد بيرث، والحوض الواسع ده بيبقى مهم جدا وبيتكيف مع تشايلد بيرث اللي هو الحمل والولاد. طيب قال لك ات هاز اراوند بيلفيك بريم اند شورت. بيلفيك بريم يعني الحافه بتاع البلفس بتاع الحوض، يعني تبقى راوند، يعني تبقى مدوره زي ما انا قلتها لك قبل كده. بلانت اسكال سباين، الاسكال سباين قلت لك عليه اللي هو ده، تمام، اللي هو بقى لنا ساعتين بنقول عليه اللي هو الاسكال سباين اللي هو ده، تمام، الحته اللي قدام دي. بلانت، بلانت يعني ايه؟ يعني ممكن كده عامله شكل ال عامله يعني مش مدببه، يعني مش بتعور، يعني بلانت يعني حاجه كده حافه، حافه مش مدببه مش بتعور. المهم عندي بلانت سكالز بان، حاجه اسمها جاينيكود بلفس. طب احنا قلنا انواع البلفس، انواع الحوض بتاع الست، اهم حوض اللي هو جاينيكود بلفس، ده مهم جدا. ات جيفز ذا ليست ديفيكالتي، ده بيديك اقل صعوبه اثناء الولاده. يعني انت الست لما تيجي تولد لو هي نوع البلفس بتاعها نوعه جاينوكويد اللي هو النوع ده، فالولاده بتبقى سهله وتبقى يسيره ومفيش اي صعوبه خالص فيها. ده بروفايد ذا فيتس، يعني بتخلي الفيتس اللي هو الولد يعني از نورمال سايز، حجمه كويس. عند البيرث كانال هاز نو ابنورمال تيشو كروس، والقناه بتاع الولاده ما عندهاش خالص نو تيشو كروس، يعني ما عندهاش نمو غير طبيعي. اند كوزنج ان اوبستراكشن، بيسبب انسداد في الايه؟ في البيرث كانال. يعني من الاخر كده الست لو تاكل كويس وصغيره واتولدت وهي عندها جاينيكود بلفس اللي هو البلفس اللي هو الحوض واسع اللي هو مدور او بيضاوي، لو عندها البلفس ده الست دي هتولد بدون صعوبه خالص، ومش هيبقى عندها اي انسداد خالص في البيرث كانال، في قناه بتاع الولاده. طيب زير از كونسيدرابل فاريشن البلفس شيبس، يعني في طبعا تغيرات في شكل البلفس، شكل الحوض. سم اوف سويتش، يعني بعضها كرييت بروبلمز، بعضها بيعمل مشاكل النيبر في الولاده اند الدليفري. تمام، قال لك انار بلفس بقى، يعني انار بلفس يعني الحوض ضيق. كان ميك ات ديفيكولت، الحوض الضيق ده بيبقى صعب جدا، صعب جدا فور الفيتس ان هو في الواد يعني تباص ثرو البيرث كانال. الست لو عندها حوض ضيق بيبقى صعب جدا الواد ينزل من الحوض ده، ممكن يتخنق يموت. عشان كده احنا بنحبذ او بنفضل ان احنا الولاده قيصري. A deficiency of important minerals، يعني نقص في معادن مهمه جدا شكل الايودين في الاكل during childhood، اثناء الام ديت وهي صغيره، ينتج عنها abnormal development of pelvic bones، ينتج عنها ان البلفيك بونز العظم بتاع الحوض هينمو بطريقه غير طبيعيه، فبالتالي الحوض بتاعها بقى ضيق. Stunting being much shorter than average of the age، يعني الست ديت لو هي قصيره، تمام، due to malnutrition، لانها ما بتاكلش كويس او عندها امراض معديه، ده برضه هينتج عنه النار بلبس، يعني حوض ضيق. فمن الاخر كده الكلام ده طبعا قرايه، الاخر كده الست اللي بتاكل كويس وهي صغيره، اما تكبر وتتجوز وبالحب بتاعها بيبقى كويس، بيبقى نوع جاينوكويد، واما تيجي تخلف يبقى نوع الدنيا سهله خالص والواد بينزل الدنيا زي الفل. حلو؟ لكن اللي ما بتاكلش كويس ولا عندها امراض معديه ولا عندها مشاكل وهي صغيره، وعندها مثلا نقص في ايون في المينرال اللي هو المعدن الايودين، ممكن تسبب ايه؟
ان البلفس بتاعها يبقى ضيق. ده ملخص البطيخ اللي انا قريته ده كله. يعني انت هتقراه مش عايز منك حاجه منه خالص. انت هتحفظه بقى، تحفظ الخمسه دول ليجامنت، تحفظ الجوينتس مهمه جدا، ده هتقراه، الكوكسك هتقراه، الساكرا متعرف في الحاجات اللي بتوجد قدام زي الساكرا البرومونتري، البيبي جون سهله خالص هتقراها، نفس الكلام السكرم والبيليوم والكلام ده كله قرايه. ليه بقى قرايه؟ ليه قرايه؟ عشان حضرتك لو بصيت في الصور هتحفظها، وهنا برضو الليجامنتس لو بصيت في الصور هتحفظ الليجامنتس. فانت بص للصوره وبص كل الليجامنت بص من ايه وكل جونت فين والعظمه دي اسمها ايه والكلام ده، ده اللي عايزك تحفظه النهارده. تمام كده؟ يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.